هلا هلا عمي هلا خالي اللي شاغل بالك شاغل بالي. هلا هلا عمي هلا خالي اللي شاغل بالك شاغل بالي. هلا هلا عمي هلا خالي اللي شاغل بالك شاغل بالي. هلا خالي اللي شاغل بالك شاغل بالي. هلا هلا عمي هلا خالي اللي شاغل بالك شاغل بالي. مناسة يا شباب الدفع فراطة ماسك ما بحب، خمسات بتنركزني والعشرات بتنرفزني. عمهلك عمهلك لا يزعلوا عليك أهلك، أنا معي 5 ليرات، شو بتعمل معك هاي بالله؟ قصدك شو بتخليني أعمل فيك؟ والله؟ طب خليني أشوف متى العرض ببلش. إيه يا جماعة الخير وحده الله ما بيصير. تي وحدة التسعيرة سايق الهبل. أما زباين شش. اسمع ولا، إذا مش عاجبينك روح وربط مصارينك. أقول لك انزل. مش ناقصني لا زعران ولا دواوين. مش نازل، شو بدك تسوي ها؟ لا 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 هي النشامة، انزلوا انزلوا، خلينا نحل هريمي. اسمعوني يا وجوه الخير، الزلمة هذا اللي عمري ما شفته، اتناقر مع الزلمة هذا اللي الله يعين أهله على تربايته، وهالساع خلينا نقول العاقل بهدي وعالشر ما بيودي، وعشان الخير يدوم والمحبة عالسطح تعوم، أنا بحلها من عندي. هات خمستك خيو افرط لك اياها، وانت يا حباب مرق له اياها. ها وشو حكيته؟ على راسي والله بتمون. بتمون يا مزيون، على راسي كسكيت وغيار زيت. وهالساع خلينا نقرا الفاتحه عشان التوفيق ونكمل مع بعض الطريق. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زلمي حلفوا اللي كانوا هناك انهم شافوا اعطبوا للسيارة كاد يتجاهل الشوفير. وان شاء الله شرب فنجان بنزين بعد الصلحة. اسمع، لقيت لك خطة لتنكة الزيت اللي مش راضي يدعينك اياها. جيناك يا ابو ربحي وقاصدين وجهك الطيب. ابشر خيو وصلت. طالبين منك تعطي ابو محمد تنكة الزيت على الحساب. صدقني يا ابو محجوب انت بتمون على الراس والعين، بس يعني انت كفيل الدفى والوفاء؟ اي نعم انا كفيله. خلص خيو اشربوا الكازوز وتنكة الزيت اجتك يا ابو محمد. انت جيت يا شيخ المشايخ؟ خير الشوفي ولا اشي، طالع لي بفنة الجاهات والعطوات وقعدات الحق، وانت الحق ما بتعرفه. يعني مش عاجبك جوزك يصير شيخ؟ عليم الله ابو محجوب قاتل حاله يقعد محلي. يا زلمة وانت مصدق حالك؟ اخ لو تدري شو بيحكوا من وراك. وبقول لك مقعد ام ربحي وام توفيق قاعدة حق وبالاخر طالع عليه الحق. اي زلمي هذاك اليوم كاد الجهة على الرابع قال بده يمون على الحكومة ما ترفع الكهرباء. طيب وشو صار؟ ها ولا شي، روح بلا عداد وساعته واقفة. انا طالع بدك اشي، وراي قاعدة رجال. يا حبيبي هو ظل وقفات لرجال تلحق عقعداتهم. اسمعي انا مش فايق لك ورايق لك، عندي 5 جهات صلحة واربع اطوات وثلاث طلبات عرايس وقعدتين مكاشفة، يا دوب اخلصهن من هون للصبح. يا وجوه الخير صلوا على النبي. اللهم صل وبارك عليه. اسمعوني، هذا محمد ما قصد يضرب صاحبه أمجد شلوط، بس هاد الشيطان دخل بينهم ولعب لعبته، وعشان المية ترجع للحنفيات ترجع لمجاريها، أنا بقول ما نكبرها ونتصالح وأنا ضامن ردة فعل أي ولد بالحارة. والله كفو أبو ربحي، صدق من قال قاضي الأولاد قتل حاله. والساحات الأولاد يتصالحوا. ما تصالحوا من الصبح وهيهم بيلعبوا قلول بالشارع. ألو أيوة أنا أبو ربحي، مين معي؟ إيه مين أمين؟ أمين عامل جامعة العربية؟ هلا خيو خدمة. وشو شو بدكو ياني أكد جاهل رأب الصدع العربي؟ شو صعبة؟ إيه بشر أنا أبو ربحي. أي هذول ما بيعرفوك يا زلمي،
يعني بدها تكون أصعب من طوشة ولاد الحارة، وهيهم قاعدين بيلعبوا مع بعض من العصر. قال جاها قال وهلا هلا عمي. هلا هلا عمي هلا خالي اللي شاغل بالك شغل بالي، هلا هلا عمي هلا خالي اللي شاغل بالك شغل بالي، هلا هلا عمي هلا خالي اللي شاغل بالك شغل بالي.